لما الغلطة بتحصل مرة ممكن تبقى بتعدي، لما تحصل مرتين ممكن يبقى في يعني شبهة إنها مش مقصودة، لكن لما تتكرر الأخطاء وتبقى أخطاء فجة ويبقى نتيجتها إنه الأهلي يتعرض لخسارة نقاط كتير جدا الحقيقة في بطولة الدوري، هنا من حق جمهور نادي الأهلي يقول إنه النية مبيتة، هنا من حق جماهير نادي الأهلي يقول إن في مؤامرة على النادي الأهلي، هنا من حق جماهير نادي الأهلي يقول إن في تربص واضح وصريح بمشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري. وأرجع مرة تانية وأؤكد على حضراتكم إنه الحقيقة اللي يمكن كمان يكون مش مفهوم واللي مش منطقي واللي يأكد الكلام ده هو رفض اتحاد الكرة طلب نادي الأهلي باستخدام حكام أجانب لإدارة مبارياته. طيب إحنا عانينا من التحكيم، أنا لو سألت النهاردة جمهور النادي الأهلي كم نقطة مش بس في الماتشات الأخيرة أو في الفترة اللي تعرض فيها النادي الأهلي لضغط مباريات، لكن من بداية السيزن من بداية الموسم كم نقطة خسرها النادي الأهلي بسبب التحكيم؟ حدث ولا حرج. وكم نقطة كسبها منافسين رئيسيين ومباشرين للنادي الأهلي بسبب التحكيم؟ حدث أيضا ولا حرج. علامة استفهام كبيرة جدا ومن غير المنطقي في التوقيت ده، والامر بقى شديد الحساسيه ان يبقى في تعنت في طلب النادي قدام طلب النادي الاهلي باستخدام حكام اجانب. خليني اقول لحضراتكم لائحه المسابقات بتقول ايه. لائحه المسابقات الباب الثاني الفصل الرابع شؤون الحكام الماده 110 ج بتقول في المباريات التي يعين لها، لا معلش، في الماده ج بيقول في حاله طلب، ثانيه معلش الماده عشان تبقى منتهى الوضوح، في حالة